رحم الله كابتن طارق ورحم كلنا يعني رحم الناس كلها، وكابتن صالح طبعا كباتن الكبار كابتن عبد الوهاب ورحم ابويا وكل الناس، ربنا يرحمهم يا رب ان شاء الله. طيب خلينا نروح كابتن ضيا ليه ماتش النهارده، ماتش الزمالك، ماتش الاهلي والوداد. انا عارف انك انت موقف صعب عليك، انا عارف موقف الكابتن طارق لما الكابتن حماده الله يرحمه والكابتن طارق كان طيب خلينا نطلع فاصل. طب ونرجع نطلع فاصل يا دمرداش.